دلوقتي خلينا نروح لكابتن ناصر عباس. يا كابتن ناصر، كابتن سلام مع حضرتك. طيب، ركله جزاء لم يتم احتسابها من وجهه نظرنا، ايه راي حضرتك في الشوط الاول على لاعب نادي سان داونز امام مجدي قفشه؟ كابتن، عاوز حاجه مهمه جدا، ان الاختبارات التحكيميه هي بتبين الحكم وبتبين مدى تقديره للاخطاء الفنيه. نعم. الدقيقه 41 ركله جزاء، مش عاوز اقول 100%، مليون في المية كان يجب ان هو الحكم يحتسبها. تمام. اولا القفشه موجود داخل منطقه الجزاء، المكان موجود، وبالتالي اللاعب اللي هو سان داونز هو لم ينجح في لعب الكره، وبالتالي كان في ركل للاعب، والركل كانت بالركبه وبالقدم. طيب. كابتن ناصر، كان الحكم قريب، انا بستغرب ازاي. برافو، اتفضل يا كابتن. ماشي القرار باحتساب ركله الجزاء، وكان يجب يدي فيها كمان بطاقه صفراء للاعب التحور. كان كمان المساحه كانت ما بينه وما بين ركله الجزاء كانت واضحه، وما كانش في بينه وبين اللاعب اللي عمل ركله الجزاء، ما كانش في بينه وبينه اي لاعب اخر، وبالتالي كانت الرؤيه واضحه. اللي انا بستغرب له كابتن اسلام، لما تكون انت في المكان الواضح وفي التمركز الصحيح ومفيش حد بيحجب عليك الرؤيه تماما. تماما تماما. ركله جزاء سهله جدا لاي حكم، المفروض ان هو يعني يحسبها وهو مطمن، زي ما قلت لك المخالفه موجوده، الركل موجود، والغريب ان هو لم يحتسب المخالفه. وطبعا النادي الاهلي كسب النهارده 2-0، هذا القرار اعتقد كان ممكن يبقى يكون مؤثر في نتيجه المباراه. اول خطا لحكم المباراه، وهو ركله الجزاء التي لم يتم اول خطا مؤثر يعني لحكم المباراه، وهي ركله الجزاء التي لم يتم احتسابها ضد لاعب نادي سان داونز مع محمد مجدي قفشه. الكره الثانيه في ركله الجزاء التي احتسبها حكم المباراه، هل كان من الواجب ان يتم طرد لاعب سان داونز ولا لا؟ تماما كابتن اسلام، احنا بنتكلم في الفرصه الواضحه لتسجيل هدف. نعم. السؤال هنا انا بسالك كابتن اسلام، وانت لعبت الكوره، لاعب النادي الاهلي المهاجم اللي هو بادجي كان منفرد تماما بالمرمى. نعم. واحنا قلنا لو في اعتبارات، بنقول الاعتبارات كالاتي، هم اربع اعتبارات، هل هم ينطبقوا على الحاله ولا لا؟ واحد، المسافه ما بين المخالفه والمرمى، واعتقد ديت كانت قريبه جدا. ايوه. نمره اثنين، الاتجاه العام للعب، كان اللاعب مواجه. نمرة ثلاثة، احتمالية الاحتفاظ والسيطرة على الكرة، اللاعب كان مسيطر تماما. نمرة أربعة، تمركز وعدد اللاعبين. عايز أقول إن هنا الفرصة الواضحة كانت ضمن الاعتبارات واضحة جدا جدا لتسجيل الهدف. هنا اللاعب المدافع، عاوز أقول إن هو إيه؟ ما كانش عنده قدرة أو إمكانية لعب الكرة، وبالتالي عمل العرقلة. في هذه الحالة طالما شروط الفرصة واضحة، وطالما ان اللاعب ما كانش عنده امكانيه للعب المدافع، وتم عرقله اللاعب المهاجم النادي الاهلي، كان يجب على الحكم اشهار البطاقه الحمراء فورا في هذه الحاله. اذا يعني ركله جزاء غير محتسبه للنادي الاهلي، وكان واجب اشهار البطاقه الحمراء برؤيه الكابتن ناصر عباس في ركله الجزاء التي تم احتسابها ضد لاعب نادي سان داونز في الشوط الثاني. صح كده يا كابتن ناصر؟ تماما كابتن اسلام. انا بقول ان على مسؤوليتي ركله جزاء لم تحتسب صحيح بنسبه 100%، وهناك لاعب كان يجب طرده في احتساب ركله الجزاء اللي هي كانت في الدقيقه 66 لصالح اللاعب النادي الاهلي باتشيو، نتيجه ان اللاعب ما كانش عنده امكانيه اللعب الكره، وبالتالي عمل العرقله، وكانت شروط او اعتبارات الفرصه الواضحه كانت كلها متواجده في هذه الحاله كابتن اسلام. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس. من الواضح ان النادي الاهلي طبعا كلنا شايفين، ولكن بنجيب خبرائنا في التحكيم يقولوا لنا برضو، كابتن ناصر عباس يقول لنا برضو رايه في هذا الامر. يمكن احنا في حاجه مش شايفينها، ولكن واضحه جدا ركله جزاء لم يتم احتسابها، واضحه جدا كان من الممكن ان تغير في سير المباراه، وايضا طرد كان يجب ان او قرار طرد كان يجب ان يتم اتخاذه من حكم المباراه، ولكن للاسف الشديد لم يتخذوا ضد لاعب نادي سان داونز في احتسابه لركله الجزاء اللي شاطها علي معلول واحرزها هدف.